صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك بعض الدعاة من يفضل وضع تمارين رياضية للنساء مساء في المدارس، فما رأي فضيلتكم؟ هناك ايش؟ يقول: هناك بعض الدعاة من يفضل وضع تمارين رياضية للنساء مساء في المدارس، فما رأي فضيلتكم؟ هناك من يدعون إلى الكفر ويدعون إلى الضلال ويدعون إلى الفسق، فلا تستغربوا من يدعون إلى هذه الأمور، لكن عليكم بالثبات على الحق، وعليكم بالدعوة إلى الله، تحذير النساء والرد على من يقول هذا. أما أنه يوجد من يدعو إلى هذا، فيه من يدعو إلى من هو شر من هذا، من الكفر والضلال والفسق والانحراف. نعم.